العين بودكاست. الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرأ نص أو نشوف فيلم ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وحنتقابل أسبوعياً بالساعة 25. كرة القدم مش بس لعبة، كرة القدم حياة موازية. عالم كامل بيتقاطع مع الشهرة، البزنس، السياسة، والحروب والسحر الأسود، والموت نفسه أحياناً. ده اللي حضراتكم هتشوفوه معايا بوضوح وإحنا بنقرأ سوا الكتاب اللي جايبه معايا النهاردة. أنا مليش قوي في الكورة، وصعب عليا استوعب كل قواعد اللعبة وأتابع الأهداف اللي أحرزت والنوادي اللي اشتريت واللعيبة اللي احترفت، لكن بحب الحكايات الكاشفة وحب استدعي حدوتة الإنسان وأفهم اللي بيدور حواليه وحواليا. عشان كده اخترت أقرأ مع حضراتكم النهاردة كتاب كرة القدم في الشمس والظل. وخلونا بقى نجري سوا مع الكاتب اللاتينو إدواردو غاليانو ورا الساحرة المستديرة وملكة غواية الشعوب كرة القدم. غاليانو كاتب العمل اللي بنستعرضه اليوم هو كاتب صحفي من أوروغواي، معروف عنه اهتمامه بالتاريخ لأمريكا اللاتينية والغوص ورا تفاصيل حكايتها. أما الترجمة للغة العربية فللمترجم السوري الأستاذ صالح ألماني. خلوني أبتدي معاكم من اعتراف صدر بيه المؤلف كتابه. في اعترافه بيقول غاليانو: لقد رغبت مثل جميع بني وطني في أن أصبح لاعب كرة قدم، وقد كنت ألعب جيداً في الليل فقط في أثناء نومي، أما في النهار فأنا أسوأ قدم متخشبة شهدتها ملاعب الأحياء في بلادي. تعالوا سوا نحط كرة القدم في سياق مختلف ونعيد النظر في الحكاية. في الجزء الأول من الكتاب غاليانو بيلعب مع القارئ لعبة ذهنية ممتعة بأنه بيعيد التعريف بعناصر لعبة كرة القدم على طريقته الخاصة. بيجرد اللاعبين والحكم وحارس المرمى والكورة نفسها من الصور الذهنية المتعارف عليها عبر عقود، وبيعيد معانا النظر ليهم كل هذه العناصر بشيء من التجريد الساخر والساحر في آن. ونبدأ من اللاعب اللي بيوصفه الكاتب بالقول إنه الشخص الذي يركض لاهثاً على شفير الهاوية في جانب تنتظره سماوات المجد وفي الجانب الآخر هوة الدمار. فاللاعب ده غالباً وبالذات في السياق اللاتينو أمريكي هو ولد خارج من حي شعبي فقير، ودي تيمة متكررة فعلاً في حكايات المحترفين في الأندية اللاتينو الأكبر اسماً وشهرة. اللاعب في السياق ده بطل حكايته، هو اللي صنعها بنفسه لدرجة إنه فاجئ بيها نفسه قبل أي حد تاني. الحي الشعبي اللي خرج منه الولد ده بيحسده، كل الحي بيحسده لأنه نجا بفضل موهبته والفرصة القدرية من العمل في مصنع أو في مكتب محلي متواضع. مش بس كده، ده كمان بقى بيظهر في الصحف وفي التلفزيون والإذاعات بتردد اسمه مقروناً بلقب البطل أو النجم. ده غير إن النساء يتنهدن من أجله والأطفال بيقلدوا حركاته وسكناته في الشوارع وفي النوادي. لكن برغم كده غاليانو شايف إن كل المجد ده زائف، تمنه مدفوع غالي، لأن اللاعب النجم ده دخل حلبة صراع شرسة وأصبح محكوم بقواعد الأندية الكبرى والاستادات الفاخرة واللي زام عليه يليق أداؤه بالأموال اللي أنفقت عليه. وبالتالي فاللاعب المنكوب ده من وجهة نظر غاليانو بيلاقي نفسه فجأة أمامه خيار من اتنين في حياته، إما الفوز أو الفوز، لأن أي خيار غير الفوز قد يعني اللعنة والفقر وربما الانتهاء وحيداً منبوذاً مغضوباً عليه من الجماهير. ثم إنه في المهن الإنسانية الأخرى الغروب بيجي مع الشيخوخة، أما لاعب كرة القدم فبيشيخ ويستبعد من تحت الأضواء وهو في ثلاثيناته. غاليانو هنا بيقارن حياة اللعيبة المحكومين بالشهرة وبحتمية الربحية والحياة الصارمة القائمة على الانضباط بحرية اللاعب في الأزقة والشوارع الترابية والنوادي الشعبية، وهي الحرية اللي بتيجي مصحوبة بالشغف الحقيقي واللعب للمتعة، للمتعة بس، زي الرقص كده
أو زي لعب القطة الصغيرة بكرة الصوف، متعة للمتعة. نيجي بقى لحارس المرمى، وده بيوصفه جليانو بأنه الشهيد، الوثن، النادم، أو المهرج الذي يتلقى الصفعات. راجل وحيد متهم دائماً بشيء ما من فرقة ما، محكوم عليه أنه يتفرج على كل المباريات من بعيد وهو مشدود ومتوتر مع كل نفس، وكأنه محكوم بالإعدام ينتظر الرصاصة القاضية بين العوارض الثلاثة. ويا ويله لو مرت الرصاصة ورشقت في الشبكة. حارس المرمى شغلته إنه يمنع تسديد الأهداف، ولأن الهدف هو عيد كرة القدم، ولأن الهداف هو صانع الأفراح، فحارس المرمى في المشهد ده عامل زي غراب البين، شغلته يوقد فرحة المشجعين. والمشجع أصلاً جاي الاستاد هربان من الحياة كلها، هربان من روتين الأسبوع القاتل، من مديرينه في العمل، من زوجته كثيرة الطلبات، وجاي يملى الدنيا حماسة وورق ملون وأصباغ على الوجه ودقات طبول. المشجع ده مش محتمل خسارة، مش محتمل ألم، عايز يتذوق في الوقت الخاطف ده من عمره أكبر قدر ممكن من زهوة الانتصار وهزيمة الخصم. أو زي الكاتب ما بيوصفه، يكون عامل زي المتعبد المتجه للمعبد أملاً في أن يرى المعجزات أمام عينيه، وأن يرى ملائكته المفضلين بلحمهم وعظمهم يركضون في الحيز المقدس. أما الكرة فهي مؤنثة بما لا يقبل الجدل، أنثى تمنح اللاعب ما تمنح، وترتضي منه ما ترتضي، وتغضب متى شاء لها الهوى. جليانو بالجملة دي كان بيحاول يعكس اللي هو كان شايفه. ده مش رأي جليانو لوحده، ولكن هو بيحاول ينقل نبض الشارع اللاتينو ناحية الكورة. طب والحكم؟ الحكم بقى بحسب وصف جليانو هو الطاغية البغيض في الملعب، الدكتاتور اللي محدش يقدر يعارض أحكامه، في فمه صافرة وبطاقات الإدانة في يده، الصفراء لمعاقبة المذنب والحمراء لإرساله للمنفى. باختصار، الحكم في الصورة الكاريكاتورية اللي بيرسمها جليانو في كتابه هو راجل شغلته يخلي الناس يكرهوه طول المباراة، من لاعبين لحارسي مرمى لمشجعين معتدلين لمتعصبين. كل دول وعلى اختلافهم واختلاف أدوارهم بيضمهم مكان واحد في لحظة بعينها، وهو الاستاد. الكاتب بيقول إنه مفيش شيء في العالم فارغ أكتر من استاد فارغ، ومفيش شيء في العالم صامت أكتر من المدرجات الخاوية. ومع ذلك بيقول الكاتب بشيء من التأمل، كل استادات الأرض مليانة تاريخ طويل من الصراخ والبكاء والضحك والغناء، لو أنصتنا شوية حنسمعها، لأنها كانت شاهدة في يوم ما على تاريخ لا ينسى. كرة القدم زي ممارسات كتير عرفتها الإنسانية ليها جذور في الحضارات الأسيوية القديمة، تحديداً في الصين، وكانت كرة الصينيين مصنوعة من الجلد ومحشوة بالنباتات. المصريين القدماء كمان لعبوا كرة القدم، وكانت كرتهم مصنوعة من القش أو قشور الحبوب، وكانوا بيلفوها بأقمشة ملونة. أما الأوروبيين في العصور الوسطى فكانوا بيلعبوا بكرة بيضاوية مملوءة بشعر الخيول. وفي أمريكا اللاتينية كانت الكرة مشغولة من المطاط، عشان كده كانت الأسرع والأقوى. الرومان كمان لعبوا كرة القدم واستمتعوا بيها، ويقال إن يوليوس قيصر كان لاعب حريف، بينما الإمبراطور نيرون كان متواضع المهارات. المهم، سواء دي كانت حقائق تاريخية أو شائعات مغرضة، فالمعروف إن الرومان هم اللي بصوا الكرة للملاعب البريطانية، لحد القرن الثاني عشر لما جاء الملك إدوارد وأصدر وثيقة ملكية يدين فيها لعبة الرعاع الصاخبة دي، ووصفها بأنها تجلب شروراً كثيرة لا يبيحها الرب. واستمر الموضوع في أخذ وعطى بالطريقة دي بين النخبة ودعاة الفضيلة من ناحية، وبين الجماهير على الناحية الثانية،
يمكن لحد القرن الثامن أو التاسع عشر. والمعروف إنه في زمن الملكة فيكتوريا لم تعد كرة القدم مجرد رذيلة جماعية يمارسها الرعاع، وإنما صارت أيضاً فضيلة أرستقراطية. برغم الوثائق الملكية والإدانات المنسوبة للسماء، ورغم احتقار كثير من المثقفين وأبناء الطبقة الوسطى للعبة كرة القدم على مر العصور، وبرغم من وصفها بأنها ملهى وأفيون الشعوب، استمرت الساحرة المستديرة تجري من أرض لأرض، وتعبر المحيطات من قارة لقارة، وتوسع لنفسها مكانة في وجدان الشعوب، وتهز قلوب الجماعات على اختلافها مع كل هزة شبكة. مش بس كده، لا، دي كمان وفي لقطات تاريخية فاصلة لعبت دور أكبر من اللي أي حد من منتقديها أو حتى مشجعيها كانوا يتخيلوه، زي القصة اللي بيسردها علينا كتاب النهاردة واللي بيعود تاريخها لصيف 1916، يعني في عز الحرب العالمية الأولى. في الوقت ده كان في نقيب إنجليزي عنده روح فدائية عالية شوية، حب يغري فرقته العسكرية بالتقدم معاه نحو الخنادق الألمانية وبسط سيطرتهم على جزء من الأرض اللي وقع تحت إيد العدو. النقيب الإنجليزي أخذ الكرة، الكرة مع النقيب، النقيب بيجري، بيشوط، بيهاجم، بس مش لوحده، الكتيبة اللي كانت خايفة ومترددة بتجري وراه بنفس الحماسة، كله بيجري ورا الكرة لحد ما بيقتحموا خنادق الألمان وبيستولوا على الأرض. النقيب قتل بقذيفة مدفع، الكتيبة كان فيها خسائر في الأرواح، لكن بريطانيا احتفلت بأول انتصار لكرة القدم على جبهة الحرب. من الأجزاء اللي شفتها آسرة بغرابتها في الكتاب هي المقاطع المتعلقة بالسحر الأسود وتأثيره على نتائج المباريات، ودي حكاية مش غريبة على مشجعي الأندية والمتحمسين لكرة القدم عموماً. حتى أنا رغم عدم اهتمامي باللعبة بشكل خاص قريت وسمعت حكايات كتير عن الموضوع، لكن الحقيقة لازم أعترف أني ما كنتش أعرف أن الممارسات الظلامية وتدخل القوى الغيبية والطلاسم والطواطم في موضوع الكرة هو من الأمور اللي بتحتل مساحة حقيقية كبيرة من الوجدان الشعبي في القارات المختلفة، وإن كانت أكتر الحكايات بتارد لينا من أفريقيا وأمريكا اللاتينية. في الكتاب مثلاً جاليانو بيورد حكاية عجيبة جداً عن مشجع كان مستعد يمنح روحه نفسها مقابل هزيمة مريرة لنادي برازيلي هزم فريقه 12-0. المشجع تبنى حيلة خزعبلية كده بيصدق البعض في قدرتها على جلب الشؤم والخسارة، وهي دفن ضفدع في أرض الملعب. مش ده المدهش، المدهش إن الفريق ظل يخسر أمام منافسيه على مدار 11 سنة متتالية من بعد الحادثة دي. في المقابل يروى إن نادي ريال مدريد في فترة من تاريخه ظل 6 سنوات كاملة عاجز عن أن يحرز البطولات، لحد ما جاء مشجع مخلص للنادي دفن راس توم في منتصف أرض الملعب، فهزمت رائحة الثوم تعويدة الشر وعاد النادي إلى إحراز البطولات. في نفس السياق ده في مشجعين بيرموا ملح في أركان الملعب عشان يبعدوا الأرواح الشريرة اللي بتعاكس منتخبهم، وغيرهم بيلقي الحبوب في المدرجات أو الأزهار في بحر المدينة اللي بتشهد البطولة، وغيرها وغيرها من الأمثلة اللي أدركت معاها وأنا بطالع الكتاب إن في عالم كامل تخلف عن تشابك دائرتي كرة القدم والخزعبلات. كتاب كرة القدم في الشمس والظل بيتعرض لأهداف كروية بعينها لا ينساها عشاق الكرة، وبيحكي الحكايات كمان اللي في كواليسها، وبيستعرض عدد من حكايات اللاعبين، لاعبين كتير أخدتهم كرة القدم من قاع المجتمع وإنهاك العمل في المحاجر وساحات تقطيع الرخام ونقل قوالب التلج وتفريغ شحنات السفن في المواني وغيرها وغيرها من المهن الشاقة، وأجلستهم كالملوك على السحابات الوردية، وإن كان بعضهم سقط مجدداً على الأرض بعد أن انقلبت به الأحوال.
كرة القدم زي ما بيوصفها الكاتب امرأة مخلصة أحياناً، مراوغة مخادعة أحياناً أخرى، ساخطة جداً ولا تطيق أن يعاملها ركلاً بالأقدام. الحقيقة الكتاب بياخد العقل بتفاصيل وحكايات ملهاش نهاية، حكايات أشخاص وتاريخ شعوب وغيره وغيره، لكن جه الوقت إني أنهي العرض دلوقتي. أتمنى ألاقي من حضراتكم تعليقات ومشاركات تحكولي فيها كواليس وحكايات من كرة القدم في بلدانكم. بكده تكون خلصت ساعتنا 25 النهاردة. خلونا نكمل كلامنا في حلقة تانية وساعة 25 جديدة تجمعنا. ما تنسوش تسمعونا على موقعنا align.com/podcast وعلى مختلف المنصات أبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل، ديزر، أنغامي وساوند كلاود. فدتكم بعافية. العين بودكاست، تسمع لترى العالم.